السلام عليكم خاوتي خواتاتي، توجور في محل أساس ثقة. أساس ثقة توجور في خدمتكم. اليوم خاوتي ميكانيتوس عندنا خويا عبد الرحمن، وهذا هو المعني بالأمر. خاوتي جاو لعندنا، وحنا حنا دائما نوضحوا لكم ونقول لكم بلي المشتري تاعنا واش يقول لكم. خاوتي واش رايك في أساس ثقة؟ يا خويا شوف، كي الآتات كي الناس اللي يستقبلوا لتحت، بارك الله فيك، كلش الله يبارك. الله والله بروف، انا جيت من كاليدوس، انا واحد ساعه ونص وانا في كومبرومو على جال باش نجي لهنا، وكان ما عجبنيش الاتا تاعكم. والله ما نجي الحق. الله يعطيك الخير. وراني جيت والله بروف، وراني شريت عليكم الحق. الله يبارك عليكم. وزيد يقول لك خويا كريم، لا لا الحق، اتا كيما نقولوا من نوع الرافع، وحاجه شابه ومتطوره مع العصر على كل حال. واتت الله يبارك، انا شفنا دوك لي موديل كاع لي موديل الحمد لله. المهم موديل نسيت في موديل على كل حال، كي تشوف حاجه تنسى الاخرى. ان شاء الله يكونوا الله يبارك، ولي فري في متناول كاع ان شاء الله. الناس كاع ديسبروبيبل ان شاء الله. ومرحبا بكم عندهم. الله يسلمك خونا، تاعك عندنا، وهذه داركم الزوجه ان شاء الله. وخونا هاو البون تاعك. المهم خوتي، اساس ثقه اسم على مسمى، حنا ما نقولوش غير نقول لكم في الباجر، حنا على المباشر. هاو خاوتنا ميكانيتو جاو عندنا، والحمد لله يا ربي، ربي وفقنا باش لحقنا لهذا المستوى، والناس اللي جاو يجونا تبارك الله. واش نقول لكم خوتي، مرحبا بكم عندنا في اساس ثقه، وكثرنا اللي جاو، جونا في الصباح وحنا في الخدمه. سلام. استنى شويه، زيد شويه، ان شاء الله كاع يزوجوا لي جنب باش يجوا ان شاء الله يدوا هاد اتا الثقه. يا رب الله يبارك الله فيك. خوتي خواتاتي، دائما اتا الثقه راه في الخدمه 24 ساعه على 24 ساعه. زورونا في اليوتيوب في الصباح وحنا في الخدمه. سلام.